السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي تاني محاضرة إن شاء الله. الأولى كانت الأوبستاتريك هيستوري، والنهاردة أوبستاتريك إكزامينيشن. أفتر الأوبستاتريك هيستوري ما خدناها، هنبدأ نعمل إكزامينيشن لأي عينة أوبستاتريك. لازم تحط في اعتبارنا some points، زي إنك لازم تكون insured privacy and comfort of the patient. لازم ايديك تكون washed وتكون warm قبل ما تعمل examination او palpation للعيانة، ويستحسن طبعا انك تكون لابس gloves. Introduce yourself to your patient. Explain why you need to palpate or examine the abdomen, patient abdomen. You must gain verbal consent، موافقة منها ان انت هتفحصها او تعمل لها palpation الابدومن، وليه ان انت تبدا تعمل بوزيشن للعيانه عشان تريحك في الاكزامينشن. اول حاجه في الاكزامينشن هو الانسبكشن. لما تيجي تعمل انسبكشن لابدومن لعيانه، هنشوف ايه انسبكت هير ابدومن عشان نشوف الفيتال الشيب بتاع الابدومن، نشوف الفيتال موفمنت، نشوف السيرجيكال سكار، نشوف اللينيا نيجرا لو موجوده. اما تيجي تعمل بالبيشن للعيانه، في 5 ستيبس عشان توصل لحاجه اسمها ريبولد مانوفر. ريبولد مانوفر ده خاص بالعيانين البريجننت عشان تفحص حاجات معينه في البريجننس بتاعها. لازم تكون عندك البلادر بتاعتها العيانه امتي، العيانه تكون في سوباين بوزيشن، تكون اندر هير هيد في بيلو، وتحت هير ابدومين هير باك في تاول رولد، والابدومين تكون اكسبوزد. ده شكل الطول التاول رولد behind the back of the patient. اما تيجي تعمل بالبيشن لهير ابدومين، هتعمل بالبيشن لايه؟ هتعمل بالبيشن عشان تشوف الفيتال جروث بتاعها نورمال ولا نوت نورمال، نورمال ولا اوفر ولا داون. تحدد الجستيشنال ايج وتعمل استيميشن للفاندل هايت بتاعك، تشوف الفيتال موفمنت، تحس الفيتال بارت، وبالاكسبيرينس ممكن تعرف النمبر اوف فيتاس. مع الوقت هتعرف حاجات ترمينولوجي اسمها لاي بوزيشن بريزنتيشن انجيجمنت، كل دول هنقولهم دلوقتي. بالنسبه للميجرمنت اوف ذا فاندس بتاع العيانه او الفاندل هايت، الفاندل هايت ده عباره عن ايه؟ اطول او اكبر او اعلى حته في اليوترس. انتوا عارفين لما يحصل بريجنسي يحصل له الجروينج في الفيتس انترا يوتراين، يبدا اليوترس ده يحصل له جروينج ابورد ابورد ابورد. طب انا عايز اعرف اقيس هذا الفندس وصل لحد فين، ممكن اقيسه بحاجه اسمها التاب او المزوره. بالمنظر ده بايدي اليمين بقدر احس اعلى حته في الفندس اوف ذا يوترس، وعندها احط الزيرو بتاع التاب بتاعتي واعمل لها هولدنج، وبعد كده ابدا انزل داون وورد ستريتشنج على الابدوم بتاعه العيانه لحد ما اوصل السيمفيس بيبس، وابدا اقيس هي كام سنتي. الاوبستريشن قسموا لنا الفاندل هايت بالمنظر ده. عندي في مكان السيمفيس بيوبس، الامبلايكاس، السيمفيس ايه؟ السيمفيس ترنا. ابدا احط الحاجات ديت وابدا احط خطوط. اليوترس اول ما يكبر يبقى اباف في السيمفيس بيوبس، يبقى تقريبا عند 14 اسبوع. لو وصل في نص المسافه ما بين السيمفيس بيوبس والامبلايكاس بقى اسمه 16 اسبوع. عند الامبلايكاس 20 اسبوع. حوالي 4 سنتي او 4 فينجر فوق الامبلايكاس يبقى 24، وهكذا 24 28 32 لحد ما اوصل عند السيمفيس ترنا يوصل لي 36 اسبوع. وانا بعمل بالبيشن للابدومن بتاعت المادر، لازم ما اكونش لابسه مجوهرات او حاطه يعني رينج او سمثينج لايك ذات، مستحسن ده كاي بي سي في الانفكشن كنترول. الفيتس بالمنظر دوت ملاحظين دوت، طبعا الفيتس شكله لونجوديودنال او موازي للجوديودنال بتاع المادر، الهيد تحت والباتك فوق، او حتى لو الباتك فوق والهيد لو الباتك تحت والهيد فوق برضه هو كده لونجوديودنال. هذا الوضع اسمه اللاي. اللاي يعني ان الجوديودنال بتاع الفيتس ماشي مع اللونجوديودنال مع المادر، بقى اسمه كده ايه دوت اللاي بتاعه ده لونجوديودنال. في اسكس لازم نكون حافظينها، ان العيانه لازم تكون محتفظ لها ب
هير ديجنتي، يعني العيانه تكون محتفظه بكل حقيتها في انها ترفض او ما ترفضش الاكزامينيشن. ما ينفعش تعمل اكزامينيشن للعيانه لوحدكم من غير نيرس، لازم يكون في ثيرد بيرسون. لما تيجي تعمل اكسبوجر للابدومن بتاعت العيانه لازم تاكسبوز الاريا بس اللي هتفحصها، لازم يكون البوزيشن بتاع العيانه مريحك ومريحها في الفحص. لازم الهند بتاعتك تكون وورم، ما يجيش في الجو البرد ده ابقى ايدي فيري كولد واحطها على الابدومن بتاعت العيانه. لازم ما تيجي تعمل تاتش للسكين بتاع البيشنت لازم تكون الفينجر كلها كلوز تو اتش اذر، بفحص بالبالم بتاع الهاند وايديا تتحرك رايت تو ليفت او اب تو داون من غير ما ارفع واحط ايديا اكتر من مره، لان الحركه المتكرره دي تعمل جيرك موفمنت لليوترس، تعمل له استيميت هي اتس اي كونتراكشن. الرسمه دي عباره عن جراف او تشارت بيبين لي السيمفس فاندل هايت، ويقدر يقول لي العيانه ماشيه ازاي، وهذا الجروس ده نورمال ولا مش نورمال، وبالنسبه للجستيشنال ايج صح ولا مش صح. ده الفيتا الله اللي احنا قلناه ان المفروض اللونجيتودنال بتاع الفيتاس يبقى ماشي مع اللونجيتودنال بتاع المذر، يبقى البيبي دوت عباره عن ايه لونجيتودنال لاي. لو ماشي ترانسفيرس يعني هو الترانسفيرس بتاعه اللونجيتودنال بتاعه معدي عامل زاويه قائمه مع اللونجيتودنال بتاع المذر بقى اسمه ترانسفيرس. لو ماشي كده اوبليك يبقى اسمه اوبليك لاي. ازاي تعرف اللاي بتاع الفيتاس؟ ان انا بعمل بالبيشن للباك بتاعه ادور عليه، لما الاقي حاجه ماشيه من 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 ابورد داونورد سموث ده الباك، لما احس بالناحيه رايت او ليفت السيرفيس بتاع الفيتاس ده ايريجولار ده غالبا مش الباك. يبقى لما انا بفحص لقيت الباك دوت موجود تو ذا رايت او تو ذا ليفت يبقى البيبي دوت بيكون لونجيتودينال والباك بتاعه رايت اور ليفت. يعني ايه برزنتيشن؟ البرزنتيشن هي البارت اوف ذا فيتاس الموجود ان ذا لوور بول اوف ذا يوترس، يعني اني حته في الفيتاس هي اللي ماشيه او نايمه في البول اوف ذا يوترس اللور بول. لو الهيد هي اللي تحت بقى اسمه كيفاليك برزنتيشن، لو الباتك اللي تحت بقى اسمه بريتش برزنتيشن. بعرفها ازاي؟ ان انا بعمل جنتل بالبيشن للفيتال بارت بالتو هاند بالمنظر دوت، وابدا ماشيه من ابورد تو دون وورد لحد ما اوصل لور بارت، اقدر افحص اشوف ايه عندي الجزء اللي يكون مور سوفت وبرود ده بيكون الباتوك، المول هارد وريجولر ده بيكون غالبا الهيد. يعني ايه كيفاليك برزنتيشن؟ يعني الهيد البيبي الهيد بتاعته هي اللي لاي في اللور بارت او اللور بول اوف ذا يوترس، وهو دوت النورمال اند الكومن برزنتيشن. نرجع بعد كده في كلمه اسمها البوزيشن. يعني ايه بوزيشن؟ دي بيجي حاجه مور ايدنتيفايد للبريزنتنج بارت. طيب الهيد بتاعت الفيتاس في انتيرور وبوستيرور، انتيرور ده الفيس، بوستيرور اللي هو عندك في الهيد بتاعت الهيد عندي في الاوكسبت. الديمونيتور او الحاجه المعبره عن البريزنتنج بارت في الفيتاس بيبقى اسمها، ده بقدر اعبر بيه عن البوزيشن. بمعنى لو البيبي ده كيفاليك بريزنتيشن الديمونيتور بتاع الاوكسبت بدور على الاوكسبت ده فين، بيقول لك ان الفيتال بوزيشن اوف ذا فيتاس از ديسكرايبد باي ريليشن اوف بريزنتنج بارت تو ذا ماتيرنال بلفس. ديمونيتور فور ذا بريزنتنج بارت لو الكيفاليك بريزنتيشن هيبقى الاوكسبت. طب لو البريتش ادور على ايه؟ ادور على السكر. بهذا المنظر عندي ده البيبي ده نازل بايه؟ كفالك، يبقى البرزنتيشن ايه؟ كفالك. طب الاكس بتاعته فين؟ هنشوف الرايت والليفت بتاع المذر فين؟ ادي الرايت ناحيه الشمال، ادي الرايت ناحيه الشمال والليفت ناحيه ايه؟ الرايت رايت وليفت. يبقى ده البيبي الاكس بتاعه ناحيه الليفت بتاعت المذر وبوستيرو واللاترال لاترال، يبقى ده عباره عن كفالك برزنتيشن والاكس بتاعه لاترال تو ذا ليفت. البوزيشن بيقسموها بهذا المنظر، بعمل خطوط وهميه واماجن اتخيل ان دوت الايه عندي ادي سباين بوزيشن في سباين بوزيشن بتاع المذر والبلفس بتاعها هنا والهيت هنا والفيت هنا. ابدا احسب او اشوف عندي كام واحد، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 عندي 8 بوزيشن، دايركت انتيرور ودايركت بوستيرور، ليفت انتيرور وليفت بوستيرور، رايت انتيرور ورايت بوستيرور، ورايت وليفت لاترال.
دي صور بتمثل ده عندي البيبي بريزنتنج باي اوكسبت. طيب بريزنتنج باي كيفاليك الاوكسبت فين؟ انتيرير ودايركت. هنا البيبي بريزنتنج كيفاليك الاوكسبت فين؟ الاوكسبت عباره عن ناحيه الليفت ولاترال. هنا ده كيفاليك. طب الاوكسبت فين؟ رايت ولاترال. هنا كيفاليك الاوكسبت فين؟ الاوكس بتاعته ليفت اند انتيرير. اوكسبت كيفاليك والاوكسبت رايت انتيرير. هنا الاوكسبت بوستيرير كيفاليك اوكسبت بوستيرير دايركت. هنا الفيس اللي قدامي على طول يبقى كيفاليك ودايركت اوكسبتو بوستيرير. هنا الاوكسبت الفيس برضو قدام ولكن الاوكسبت فين؟ بوستيرير وناحيه الرايت. طب لو بريتش بهذا المنظر ادور على السكرم. السكرم ورا يبقى السكرم بوستيرير. هنا انتيرير يبقى دايركت سكرال انتيرير. هنا ناحيه الليفت وانتيرير يبقى ليفت سكرال انتيرير. رايت سكرال انتيرير. ليفت ساكرال لاترال. رايت ساكرال لاترال. دايركت ساكرال بوستيرير. ليفت ساكرال بوستيرير. رايت ساكرال بوستيرير. ده بحاول ان انا اجيب لكم صور اكتر من صوره عشان اعرفكم بالموضوع. نيجي على كلمه ثانيه اسمها الانجيجمنت. بمنتهى البساطه الانجيجمنت عباره عن ايه؟ البريزنتنج بارت بتاع الفيتاس ده سواء كان كفالك او كان باتوك عدى من اكبر ترانسفيرس ديامتر في الفيتا في البلفس ولا لا. تمام. طيب البريزنتنج بارت ايه الديامتر اللي ممكن تعدي عندي؟ النورمال عندي ان لو الكفالك يبقى الباي بارايتر ديامتر وده اكبر او ده اوسع او وايدست ترانسفيرس ديامتر بيكون طوله كام؟ 9.5 سنتي. لما يعدي عندي من البلفيك بريم من الترو بلفس يبقى اسمها الهيد انجيج يعني دخلت جوه البلفس. طب معنى كلينيكال لما تيجي تفحص بطن العيانه هتلاقي حوالي ثلثين من البريزنتنج بارت مش موجود ابدومينال مش حاسه ابدومينالي وتبدا تحس ان الحته اللي انت حاسسها ديت بقى في الموفمنت بتاعها ريستريكتد. طب هو الانجيجمنت دوت يعني الوايد ترانسفيرس ديامتر الموجود في الكفالك بتاعه الفيتاس اللي هو الكفالك بريزنتيشن عدى من الوايد ترانسفيرس ديامتر بتاعه البلفس امتى؟ في البرايم جرافيتا بيكون عن 36 اسبوع انما المالتي جرافيتا اللي خلفت اكتر من مره فاجينال طبعا بتكون ايه ممكن تبقى ما حصلهاش بريزنت الانجيجمنت ديورنج بريجنسي في الاخره ولكن حصل ديورنج الليبر. المنظر ده لو الهيد فوق شايفين البريزنتنج بارت نوت باس من البلفيك بريم تلاقي الهيد كلها موجوده فوق تحاول تحسها بايدك تحسها كلها موفمنت فيها موبايل انما عندك تحت بتكون عدت جزء منها تحاول تحركها يمين وشمال تلاقيها ايه فيكسد. ازاي اعمل اسسمنت للانجيجمنت؟ بفحص العيانه بقف عكس الطريقه اللي بقف بيها بقف بالباك بتاعي للفيس بتاعها ووشي مواجه للايت وورد اللي هي الفيت بتاعتها وابدا احط ايديا للرايت والليفت بهذا المنظر على الفيتس وابدا احاول احس من فوق لتحت لحد ما مسكت البريزنتنج بارت اللي هو موجود في اللي هو اليوتراين بول وابدا احسه. هذا الجزء اللي حسيته دوت ببدا احسه واحركه لما لقيت اتحرك وكله في ايدي موبايل وما عداش من البلفس يبقى ده نوت انجيجد. لو حسيت ان اكبر جزء منه عدى يبقى هو فعلا انجيجد. طيب اجي بعد كده ان انا اعمل اسسمنت للفيتال هارت ريت ازاي؟ ده جزء مهم جدا يا جماعه ان انت لازم تعمل اسسمنت للفيتال هارت تشوفه فايبل ولا نوت فايبل. نمره 2 العدد بتاعه كام؟ بنقيسه بايه؟ بنقيسه طبعا بالالترا ساوند دلوقتي. طب انا عايز اقيسه في فترات متقاربه يعني مثلا الليبر بقيسه بحاجه اولد فاشن شويه اللي اسمها البينارد اللي هي عامله زي الكوز اللي قدامنا ديت او حاجه اسمها السونيكيت اللي هي الثانيه اللي عامله زي جهاز صغير الراديو ترانزستور
ده عبارة عن بروب بحطه على بطن العيانة وشغله بعد ما أكون حطيت جيل على الأبدومين. بحاول أقرب ناحية الباك بتاع الفيتس قريب من الشولدر بتاعه عشان أقدر أحس الفيتال هارت بتاعته وبيطلع أوتوماتيك على الجهاز. وأنا بقيس الفيتال هارت ريت لازم أفرق اللي أنا حاطة إيدي عليه ده ماتيرنال هارت أو ماتيرنال بالسيشن ولا فيتال هارت. أولا بالنمبر البالسيشن بتاع أو فيتال هارت ريت بتاع الفيتس بيتراوح ما بين 110 ل 160. أقل من 110 ده مشكلة، أكتر من 160 ده مشكلة. إنما طبعا الماتيرنال بيكون كام؟ حوالي من 70 ل 80. ده جهاز تاني اسمه إيه؟ سي تي جي اختصار كارديو توكوجراف. ده جهاز بيتوصل برضو على البطن المادر وتحط على الفيتا يقيس الفيتا الهارت، ولكن بيطلع لي جراف يبقى يطلع لي ورق. وفي بروب تاني بحطه على الفانتس بتاع اليوترس ويقيس اليوترين كونتراكشن، وبعد كده بنطلع الورق ده ونشوف فيه مقارنة ما بين اليوترين كونتراكشن والفيتا الهارت ريت، هنقولها قدام. دي برضو من الأجهزة الكويسة جدا واللي مفيده جدا جدا انك تعرف فيها الويل بينج بتاع الفيتس، البيبي ده كويس ولا مش كويس، ديستريس ولا مش ديستريس، عايز يتولد دلوقتي ولا لا، فمهم جدا. في نهايه كل الفحص بتبدا تكتب ريبورت، وتبدا تكتب مثلا الفاندل هايت از ايكوال تو هاو ميني ويكس، زي ما احنا قلنا 12 24 12 16 20 24 انسو اون. اللاي بتاعه لونج ديوتنال تو ذا رايت ولا ليفت، البرزنتيشن كيفاليك ولا بريتش، البوزيشن رايت مثلا لو اكسبته يبقى رايت اكسبته او ليفت اكسبته او دايركت اكسبته، لو سكرم يبقى رايت او ليفت او دايركت سكرم، الامبرزنتنج بارت انجيجد ولا نوت انجيجد، والفيتال هارت عندي ويز النورمال ولا نوت ويز النورمال، ولو مش نورمال كام والنورمال بتاعه كام. ده غالبا مجمل الاكزامينيشن بتاع لو واحده اوبستريك بيشن جايه لك وبتفحصها وعملت لها اكزامينيشن، وان شاء الله كل المصطلحات دي هنقولها تاني في كلينيكال وهنقولها تاني في دروسنا اللي قدام ان شاء الله. اتمنى ان تكونوا استفدتوا النهارده، وفي لقاء جديد ان شاء الله مع الجينيكولوجيكال اكزامينيشن. شكرا.